يا مرحبا، يا اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. كيما تشوفوا في التيتر، لاول مره في تونس. اي نعم، الشيء اللي مش تشوفوه توا اول مره يصير في تونس. احنا اليوم مش نعملوا ديريكت لايف مباشر من معمل يصنع الطماطم والفلفل والهروس والهريسه وكل شيء. احنا توا موجودين في معمل عبيده في الكيف، مش نعملوا دوره من غير جواندوات، فما حد شيء مسجل، مش يخبيه حتى شيء. دونك انتوما اللي معنا توا مش تدخلوا تعملوا دوره معنا، نشوفوا مراحل كيفاش يتصنع الهروس من اللي بدا كيما شفنا البارح، كيفاش نحاوه من الثانيه نحاولوا الجرون نتاعو. توا مش نشوفوا كيفاش باش تصنع. بيان سور عندكم شانس باش تربحوا كادو قيمته 200 دينار كاش، 200 دينار كاش اغانيي، تنجموا تربحوها جوست تكتبوا لي من شنو يتكون الهروس اللي مش طيبوه اليوم، من شنو يتكون الهروس اللي مش تشوفوا الفحات بليتو نتاعو اللي نجموا يطيبوا بهم الهروس، مش تكتشفوهم معنا توا. تركزوا في اللايف، مش نوريكم مراحل صنع الفل الهروس بليتو. كما قلنا فما حد شيء مسجل، كل شيء ديريكت، مش تتبعوا كل شيء معنا. ميرسي بوكو معمل عبيد، على خاطر مش سهل كما قلنا لاول مره في تونس، معناها حتى حد قبل ما قبل انه نجيو ونعملوا فيديو لايف بحذاه. بي مش يرافقني في الدوره هذه سي رياض. مرحبا بك سي رياض. مرحبا بكم. شنو احوال؟ الحمد لله، مرحبا بكم بحذانا. يعيشك يفضلك، شنو احوالك؟ صحة لاباس؟ والله الحمد لله لاباس الحمد لله. شكرا على حسن الاستقبال، لخاطر احنا من امس جينا كما كنا امس في القروان، بتنا الليله في الكاف، حاجة ياسر عالمية. ميرسي بوكو على حسن الاستقبال. بيه تو احنا موجودين كما قلنا في معمل عبيدة، لهنا مش نصنعوا الهروس هكا ولا نحكيو توا، باش نتبعوا لحظة بلحظة. تقعدوا معانا، نذكركم اللي عندكم شانس باش تربحوا 200 دينار كاش، جوست تقولوا لي الهروس بشنو يتفوح. ما هو كل حاجة يتفوحوا بها، الهروس زعما بشنو يتفوح. سي رياض، المرحلة الأولى عندنا شنو؟ توا لهنا أول مرحلة هي استقبال الفلفل المنتوج لهنا. بطبيعة الحال قبل ما يوصل الفلفل لهنا تصير عملية تثبت في جودة المنتوج. ديجا شفنا امس حتى حكينا معاهم، قالوا لنا راهو فما اكزيجونس من معمل عبيده انه يكون فلفل دو كاليتي ويكون زاد بيو. معناها انتم تختاروا بالكدا نوعيه الفلفل اللي مش تعملوا بيه الهروس هكا ولا؟ بيان سور، فما كونترول يصير على الفلفل اللي مش يدخل، مش يخدموا بيه الهروس، حافظوا على الكاليتي اللي لازمنا نخرجوها، ليماج تاع المعمل. هذاك علاش الشوا لازم يكون كوم الفو. شنو المراحل اللي يتعدى بهم؟ تو نحن في المرحله الاولى لهنا. لهنا باش يصير الفرز ترياج الشوائب اللي تجي كلها مع الفلفل تتنحى. العمليه هذه يدويه كيف ما تشوف النساء فوالا، معناها يتم غسله، يتم غسل الفلفل بعدين المرحله الاولى يتغسل هنا والنساء ينحيوا، كان فما قرن هكا سبب با ولا مش احمر يتنحى. يعطيك الصحه، هذاك اللي يصير لهنا. بالطبيعه الماء الفلفل صاير يصير له لافاج هنا، من بعد باش نكارونتو اللي الفلفل نظيف، فما فاز دو رانساج تصير غادي، الفاز دو رانساج يصير باللو سوبريسيون، من بعد نتعدوا للمرحله نتاع الرحي والغربله. معناها مرتين يصير الغسان نتاعو، من بعد يتغربل، من بعد تعدى يترحى ويدخل الداخل. نشوفوا من بعد المرحله اللي من بعد هكا ولا؟ قبل ما نبداو ساعه انا نشوف في ريحه برشا قويه، فما ريحه قويه لهنا نورمال ولا فما حاجة غالطة؟ خاطر قوية على الآخر الريحة. هذيك الريحة نتاع الحرورة نتاع الفلفل اللي تخلينا نكح في هناك كنت تو قاعدين نكحهم الريحة، خاطر الفلفل حار برشا اللي يوصل الريحة يتنفس ولا خاطر ريحة قوية برشا. ما يسالش بيه، احنا كيما قلنا باش نعملوا دورة راهو من غير جواندويد، باش نعملوا دورة في اللايف اون ديريكت في المعمل نتاع بيدر، باش ندخلوا تو الداخل. احنا في الفاز الأولى، يمكن فما شكون في لي كومونتير يقولوا علاش مش لابس بافيت، خاطر ما نزلت لبرا، من بعد كي تدخل لداخل تو لابس بافيت، كي تدخل لداخل خاطر فضاء مفتوح لهنا. تحبوا تربحوا الكادو اللي قيمته 200 دينار كاش من اهداء معمل عبيده، ما عليكم كان تكتبوا كومونتير زعما بشنو يا جماعه. يا سي رياض اش فيك خليتني وحدي؟ راك مش تبعني لين نكملوا اليوم، تخلينيش وحدي، انت مش تعرفني بالمعمل. كيما قلنا باش تربحوا معنا الكادو، ما عليكم كان تقولوا لنا زعما الهروس باش يتفوح. هو مش نعطيكم ديزانديس انا بعد شويه، مي كان فما حد فيكم يعرف ينجم يبدا من توا، ينجم يتصرف يقول لي شنو يحب، خاطر توا باش تدخلوا داخل للمعمل عبيده. ونذكركم اللي هذايا لاول مره في تونس
معمل يقبل انه يعمل ديرك. باش نبدا انا خاطر يزمك اجي بحذايا على اليسار، يزمك تستحملني شويه سي رياض او شويه لتحت جا. مش ندخل في كل شيء خاطر ديما مش نحكي بصوت الببليك اللي يتفرج فينا، معناها كان يحبوا يسالوا حاجه مش نقول. توا معمل تاع طماطم وهريسه، هل حديد هذا مطيش لهنا لويش؟ معناها مش منظر، ما سامحني في الكلمه، حديد محطوط لهنا هكا. لا لا لا، هذوما اول حاجه نحن في فضاء مفتوح. هذوما دي بوتر قاعدين نحضروا ديجا باش نعملوا اكستنسيون، هذه الخدمه اللي تصير. مش تكبروا في المعمل. يعطيك الصحه. حاله معكم باش كثره الخدمه ملا. ماشيه معكم سي رياض. تبارك الله، ربي يزيدكم خويا، معناها مش تكبروا في المعمل. يخدموا برشا يا جماعه تاع عبيده ما شاء الله عليهم. باهي ندخلوا دونك احنا داخلين لداخل توا باش نتابعوا كما قلنا مراحل الصنع الهروس نتاعنا اليوم. انتم زاده كان تحبوا تشاركوا معنا، كان تحبوا تربحوا الكادو اللي هو 200، فما ريحه قويه برشا اليوم، 200 دينار كاش. ما عليكم كان تكتبوا في كومنتير زعما شنو ما لفحات اللي يتحطوا مع الفلفل باش يتكون الهروس، الريحه القويه هذه منين؟ فما الريحه الاولى، فما ريحه اخرى. ريحة الثوم، اي اي هذا هذا برمي لي زانغريديون، برمي المكونات اللي مش تكون موجوده. باهي عندكم كما قال لكم الثوم هو برمي الحاجات اللي يفوحوا بهم الهروس. تركزوا معي كما قلنا مش نتبعوا معنا توا باش تشوفوا لحظه بلحظه كيفاش تتكون حكه الهروس نتاعنا. انتم مازال تفرجوا فينا توا في الديريكت، تبعوا للاخر الخط هذايا لايف تفرجوا فيه لاول مره، عمرها ما صارت قبل حتى معمل ديريكت كيما هكا. باهي احنا توا وين موجودين سي رياض؟ لهنا في زون دو ستوكاج، لهنا زون دو ستوكاج. هذوما فارغين فيد، هذوما اللي بواد فيد كيما توريهم جوا، هذوما اللي بواد فيد اللي مش تعباو من بعد شويه. هو الطماطم ديجا صحيح خاطر فيها وقت، وما توا مازال وقت الفلفل كيما تشوف. هذوما اللي بواد الفارغين، واحنا مش ندخلوا توا الداخل باش تعرفوا شنو هو يصير، شنو هما المراحل اللي يتعداو بهم باش توصل لنا، خاطر لي بروسيدور اللي مش تشوفوهم توا هما بيدهم اللي مش يصيروا الحكة طماطم، وكيف كيف هما اللي مش يصيروا للهروس ولا للهريسة. سي رياض هذوما قلنا الدبوة اللي فيه لي بواد فيد، باهي الدبوة هذايا شنو فيه؟ نزيدو نكملوا هنا زاد دي بواد فيد. هنا زاد دي بواد فيد، تبارك الله ربي يزيدو يبارك سيدي. يخدموا جماعة عبيدة ربي يزيدو، ما نخوش بالعين ما تخافش. هذوما لي بواد فيد كيما قلنا اللي نورمالمون مش يتعباو، ومن بعد اللي مش تعباو كيما قلنا بالهريسة ولا بالهروس، أما اليوم باش نخدموا الهروس. أنتوما عندكم شانس باش تربحوا فيت فيه، نمشيو غادي سي رياض باش تربحوا 200 دينار كاش. جوست تكتبوا لي زعما بشنو مش يتفوح الهروس، الثوم هو الاول. كان فما حد فيكم يعرف تصور، فما نساء حراير يتابعوا فيا يعرفوا ينجموا يكتبوا. باهي ما تنساوش اهم حاجه باش تربحوا معنا قبل ما نتعداو نفرجوا في المعمل، لازم ديما بارتاج للفيديو وتعملوا تاج لاصحابكم باش تتحسب الاجابه نتاعكم. دونك هذوما اللي بواد فيد، من بعد باش تعبى في هذوما برتله. هذوما اللي بواد فيد برتله هذوما لاندومي نتاع الهروس. واضح هذوما اللي بواد اللي مش تعباو من بعد شويه نتاع الهروس. بون فما اللي نجم يعرف ها تو باش نمشيو باش نصوروا كيما قلنا مراحل الحكه نتاع كيك سوا، كيما قلنا كيك سوا طماطم هريسه هروس، هذوما المراحل اللي تتعدى بهم الكل. هنا اليوم على خاطر سيزون طماطم وفات مش نخدموا على هروس، ومش تشوفوا الحكه كيفاش تبدا ولين توصل في الاخر باش تولي حكه نتاع هروس حاضره للكونسوماسيون. باهي المرحله هذه ديجا لي بوات فارغين كيما قاعد نشوف. هذوما لي بوات لهنا يحضروهم من سان مانيوال مون، اجا بحذايا سي رياض. لهنا تصير ليمونتاسيون تاع لي بوات في. واضح. لهنا لي بوات في يصير رومبليساج تاع لي تابي مانيوال مون. باش توصل ليمونتاسيون للجروب تاع الرومبليسوز سيرتيسوز. فهمتك، دونك هنا يتنظم باش يطلع الفوق ومن بعد وين يمشي الفوق؟ باش يمشي للجروب، باش يمشي للرومبليساج، باش يتعبى الحكة تو. مش تعبى الحكة تو، يمشيو مالا خلينا نشوفو. التعقيم ان شاء الله. اي اوكي باين، نمشيو نشوفوا الحكه بعد كيفاش المراحل. دونك باش ندخلوا للسال دو برودكسيون نورمالمون. يعطيك الصحه، توا ندخلوا للسال دو برودكسيون. باهي يلا جو نمشيو للسال دو برودكسيون. خلينا نذكركم اللي عندكم شانس باش تربحوا 200 دينار كاش ومش تبعوا لاول مره في تونس، عمرها ما صارت في حتى بلاصه وحتى حد ما عملها، معمل لايف مباشر يوريكم لحظه بلحظه. ما هو تخافوا، هو معمل عبيده راهو خلى شكون معناها اعطاه الحريه للصحفيين قبلنا جاو مي لايف مباشر، على خاطر ديما يقولوا مسجل عندك مونتاج من بعد عندك تنجم نقص لي هذه زيد لي هذه، مي في المباشر بيان سور ما عندك ما تنقص حتى شيء. اجا بحذايا سي رياض احنا توا موجودين
في السال دو برودكسيون الاول مره يشوفوها العبيد. هذه السال دو برودكسيون. نمشيو هكا نشوفوا الحكه وين وصلت. نمشيو نشوفوا الحكه وين وصلت باهي. اما ماتريال وفازيت باش نحكيو عليه ميجا بحذاه سيدياس. شنو هي الماكينه هذه؟ شنو تعمل؟ هذه الجروب نتاعنا لهنا تصير رومبليساج تاع الحكه وهذيك تصير سيرتيساج تسكير الحكه. هذا جروب جديد عملنا في سيسمون اسنا كبرنا في الكادونس دو برودكسيون نتاعنا. هذا جروب جديد في سيسمون. تبارك الله جروب جديد ومش توسعوا ها؟ هاي صح صح عليكم نمشيو صح عليكم ها ماكينه جديده معمل عبيده صحيح باهي نشوفوا لهنا كما قلنا ما غير جواندوات راني مش نشوف القاعه نظيفه نورمالمون وجوها باهي ديما نركزوا ديما كما قلنا نركزوا على الهيجين سي رياض اهم حاجه سيرتو توا انه نركزوا على نظافه البلاصه حتى كونسوماتور كي يحب يعرف برودوي مش يكونسومي يركز برشا على النظافه هكا ولا يلا نمشيو نشوفوا الحكه وين وصلوا. دونك الحكه دخلت من غادي باهي رد بالك جوهر الحكه داخل خلينا نشوفوها مش توصل الحكه نتاعنا. دونك انتم تفرجوا توا اون ديريكت ديجا الحكه وصلت هنا ديجا توصل لهنا فارغه من بعد ايش عندنا لهنا؟ تصير لاليمونتاسيون باش تتعبى الحكه هنا كما تشوف قاعده تتعبى الحكه. اها بعد ما تتعبى الحكه سي نورمال كي باش تتعبى الحكه لازمنا نكارونتي لي تومبيراتور دو رومبليساج تكون اكثر من 90 درجه من بعد تتعدى باش تسكر الحكه في 6 ساعات ومن بعد تتعدى من هنا الحكه باش تمشي للتونيل دو باسيوريزاسيون. واضح دونك الماكينه هذه هي اللي مش تعبي الحكه. ما انتي قلت لي اللي لازم درجه حراره معينه هكا ولا اللي هي قداش؟ اللي هي نحن ومينيموم 90 درجه نحن. وعلاش 90 درجه بالذات؟ خاطر باش نكارونتو لي باكتيري اللي موجودين كلها مات. هو بروسيس كامل نتاع تريتمون ترميك باش تصير كونسيرفاسيون نتاع البرودوي. باش نخلو البرودوي يتعبى باش يقعد في الليتا نتاعو بريود كبيره. نحن جينيرالمون الطماطم ولا الهريسه يقعد 3 سنين البريود هذيك. تقعد 3 سنين. واضح. احنا نبدو من البروسيس يبدا من هنا من رومبليساج في تمبيراتور اكثر من 90 من بعد باش نتعدى سي ديجا التونيل دو باسيوريزاسيون اللي باش يصير الشوفاج ومن بعد الرفرواتيسمون بريسك. بعدها نجيهم الماكينة الأخرى اش تعمل؟ سكر الحكوك. سكر الحكوك. باهي باهي كمان معناها توا جينا هنا أما يا أخي يتر حايل صب طول هكا ديريكت. لا بالطبيعة لا. نحن تعدينا مرحلة اللي هي المرحلة نتاع التركيز نتاع الجي باش نتحطوا على روس. وين التركيز؟ والتفويح. تركيز تفويح وين يجي؟ نمشيو نشوفوا. أونتخ تو نمشيو نشوفوا احنا توا في المراحل اللي فوتناها نتاع التركيز والتفويح. ما تنساوش اللي هذيا أول لايف نجموا تشوفوه في معمل مباشر في معمل نتاع طماطم. شوفوا كان عندكم اي رومارك شوفوها وقولوا لنا نجموا قولوا له راهو برومون ما فماش حتى فوت نورمالمون. مي كان عندكم اي حاجه نجموا تكتبوها بيان سور. ما تنساوش باش تربحوا لازم بارتاج وتاج لاصحابكم باش تحسب الاجابه نتاعكم. هذه عم علي وينو عم علي؟ هذا عم علي. يا مرحبا بعم علي. يا مرحبا اهلا وسهلا عم علي. شنو احوالك؟ والله خويا مرحبا بك. شنو احوالك؟ تعرف احكي لي عليك برشا قبل ما نجي. معروف تبارك الله. معروف عندي 30 سنه انا خبره لهنا. 30 سنه خبره؟ 30 عام. ما تظهرش تظهر 30 سنه حتى انت ديجا. والله وش نقول لك، اما تاكل عروس تبقى طول عمرك عروس. تبارك الله. خاصة عروس عبيده. تبارك الله. تاكل عروس تقعد طول عمرك عروس كما يقولها. خاصة عروس عبيده بيان سور. دونك لهنا شنو هي الفاز اللي عندك انت؟ شنو تعمل هنا بالضبط؟ هنا قاعدين نطيبوا في العروس تاخذ وقت حتى لساعة من زمان. قبل ساعة بدرجين يوقع الكواح نتاعها. معناها بعد ما تترحى تجي عندك لهنا في اللي مرميت هذوما تيب ساعة وقبل ساعة غير درجين وبعد درجين فواحة باش تبقى تعطي النكهة نتاع الكواح. قبل ما نرجع معك ركزوا معايا بالكدا هذوما اللي مش يقوله لكم توا هو تنجموا تجاوبوا فيه. اللي مازال ما عرفش زعما باش يتفوح الهروس ركزوا معايا بالكدا. عندنا ديجا ثوم باش يقول لكم شنو هما لي زانغيديون اللي يتفوح بهم زاد الهروس. تكتبوهم في كومنتير وما تحسبش الاجابه حتى تجاوب صحيح. ما تحسبش لازم تعمل بارتاج وتعمل تاج لاصحابك. عم علي قول لهم توا الهروس بشنو يتفوح؟ تتفوح الهروس من الفلفل الاحمر حار ممتاز كاليتي باهيه، من الثوم بالتابلو كرويه، من الملح من الزيت. بيه.
فلفل هذاك شعينا فيه نجيو اللفاحات ثوم ثوم تابلو كروية ملح وزيت دونك عندكم ثوم تابلو كروية ملح زيت هذوما لفاحات اللي نستعملوهم في العروس باش يخرج من بعد شوية بنين اما ديجا ريحته والله بنينة على الاخر ظاهرة برشا ريحة العروس هذيك الصحة عم علي ربي ان شاء الله يعينك ومحلاك يا عم علي خليك ربي يعينك سيرياض تو سي بون شفنا باش يتفوح لهنا مش يقعد ساعة غير ربع نورمالمون من بعد قبل بدرجين يتفوح ويمشي الغادي باش يتصب في الحكم نمشيو المرحلة من بعد هالي من هنا هكا ولا نمشيو من هنا نختصروا الطريق سبورتيف يا ودي نترين انا نهبلك كونترينمون نمشيو من الغادي يلا نشوفوا شنو هي المرحلة اللي من بعد نذكركم اللي عندكم شونس باش تربحوا 200 دينار كاش جوست تكتبوا اللي قلنا لكم عليهم وهذايا الأول مرة تتفرجوا انتوما في لايف مباشر من معمل صنع الطماطم والهريسة نحكيو اليوم على معمل عبيدة قولي سيريال وي تو لهنا سي ديجا يصير كونترول الماركاج تاع البوات والكونترول تاع البوا اونكا خاطر ساعات تصير دي بروبليم سي نورمال ميكانيك ما تمنوش تصير دي بروبليم يضيع البوا شوية وكل شيء نحن لهنا ديما نعسوا على البوا باش اونكا صارت مشكلة في ساعة تصير الانترفونسيون تتصلح المشكلة ونكملوا السيكل دو بروديكسيون تاعنا واضح مدام هذه هي اللي لاية بالله هذه لاية باللابوراتوار مدام عسلامة عسلامة نحويلك لاباس الحمد لله عايشك الحمد لله فسالي مدام شنو تعمل هنا بالضبط احنا كونترول كاليتي لهنا خدمتنا نشوفوا التمبيراتور نتاع البرودوي نتاعنا اللي نورمالمون ما تطيحش على 91 تمبيراتور في البواط وحاجة ثانية نعملوا تيست دو بوا باش نعرفوا يا اخي عندكم لابوغاتوار ولا تهزوه لبرا؟ لا لان عندنا تيست دو بوا اللي هو يصير لهنا باش نعرفوا بوا نتاعنا طالع ولا طايح باش نحافظوا عليه في النورم وبالنسبه للتيست الاخرين نعملوه في لابوغاتوار موجود في المعمل؟ اي موجود في المعمل اي اول حاجه هي تيست نتاع البغيت نتاع الماتير بريمير نتاعنا باش نعرفوا الفلفل نتاعنا باهي ولا لا باش ناخذوا فلفل دو بون كاليتي وثاني حاجه عنا اهم حاجه معناها ما نجمو نخرجوا السلعه الا ما نرجعوا لها هي تيست ستابيليتي اللي احنا ناخذوا دوزي شونتيون في كل بوست نتاعنا من خدمتنا بعد ما تخرج الحكه ميتشونيل يصير لها باستوريزاسيون وريفرواديسمون نشوفوا لهنا عندنا زوز حكم واحده نحطوها في 55 ديغري سيلسيوس واحده في تمبيراتور امبيونت بوندون 21 جور نشوفوا الريزلتا نتاعهم اسكو فما بومباج والا فما دي مويزيسور لو فيغ باش نشوفوا اسكو الكاليتي نتاعنا كونفورم والا لا واضح هذيك الساعه مدام ربي عينك دونك كيما قلت لكم هذا الكونترول اللي يعملوه للحكم نتاع الطماطم ومن بعد ثم لابوراتوار لهنا هو لابوراتوار هذايا يحطوا فيه يجربوا فيه الطماطم يشوفوا فماش ديفو فماش حاجه احنا كيما قلنا هذا ديريكت لاول مره يصير دونك مش نوريو كل شيء ما غير جواندويت كل شيء تشوفوه اون ديريكت لايف وانتم كان تحبوا تربحوا زاده ما عليكم كان تعملوا كومونتير تكتبوا شنو ما لفحات احنا قلناهم فما ثوم نسيته زيت ملح و نسيتها لو تفكروا انتم واكتبوها تابل وكروية نورمالمون نسيت باهي انتم تشوفوا نجم نوريكم شو المراحل قاعدين نشوفوا فيهم توا اون ديريكت نجموا تفرجوا هذوما المراحل اللي تفرجوا فيهم توا خليني نهبط كده نتعدى زيادة ديجا دخلنا لوسط المعمل توا بر قدموا شوية قدموا شوية لهنا لهنا كيما حكينا المرحلة هذي توا لهنا الباساج تاع بوات في وسط التونيل دو باسوريزاسيون كيما حكينا اجي سخونة برشا الدنيا لهنا سخونة الدنيا سخونة بالطبيعة تشعل الدنيا لهنا شنو هو هذا؟ قلنا كيما حكينا بليكا عاطين الحكة ب 90 درجة من بعد الحكة بتصير بتوصل لهنا للتونيل دو باسوريزاسيون لهنا بتصير تريتمون تيرميك باش الحكة يصير لها في الشومبر هذه شومبر شود سامحني قص عليك سريال سامحني توا
حكينا على كل شيء قبل ما نوصلوا للتعقيم، فما حاجه نسيناها ديجا تبع التعقيم، معناها تبع حكه طماطم. يا اخي ما وريتونيش كيفاش تحطوا لي برودوي كيميك ولا المواد الحافظه، ما شفتش يا سي ديجا قاعد نحكيك. نحن اول حاجه ما نحطوش مواد حافظه، كيفاش متصبر؟ لا لا، القانون في تونس يمنع لاجون تاع لي زاديتيف دو كونسير. انا المعامل الكل، معناها المعامل الكل اللي موجودين ما يزيدوش نورمالمون الباستوريزاسيون، يعني الحفاظ الكونسيرفاسيون تاع البرودوي تصير بالروبليساج اللي حكينا عليه بقليكا في تمبيراتور سوبيريور 90 ديغري، ومع تريتمون ثيرميك اللي مش يصير في الـ في الـ في التينات دو باستوريزاسيون، وقدره الله الحكه تولي تتحفظ وتنجم تصبر حتى توصل حتى 3 سنين. نذكركم اللي كما قال سرياز اللي راهو مش كان هو عبيده، اما مش كان عبيدك هو معامل تونس الكل 0% صفر مواد حافظه، معناها ما فما حتى برودوي كيميك موجود في الحكه. وتوا نعرفوا كيفاش تصير السيليغيزاسيون والمراحل اللي من بعد. يلا ثاني زون دو شوفاج، ثاني الماء سخون يوصل حتى 97 98 سخون برشا ديجا. سخون تشوف بابور خارج، بعد تصير الروبرواتيسمون نعملوا له شوك شوك بريس، نعملوا روبرواتيسمون بريس وبعدك تصير الباستوريزاسيون تبيع بارتي باليه، معناها الماء هنا ابرد. نجم نشوف بدا يبرد الماء، دونك الماء ياخذ شوك بسخان ومن بعد يبدا يبرد. معناها ماشي يبرد الماء، معناها انت تو وليتوا بالشوك ترميك اللي تصير بين السخانه والبروديه يتعقم وتقعد تشد 3 سنين ولا حتى اكثر. 3 سنين نحن جينيرالمون البرودوي يصبر 3 سنين، وهذا هو البروسيدور اللي يصير به الباستوريزاسيون تاع التعقيم تاع البرودوي. ما نزيدوا حتى شيء، جست لفاحات الملح والزيت. ذكرنا بالفاحات بالايه؟ نحطوا الثوم تابل والكرويه الزيت والملح. ثوم تابل وكرويه زيت وملح. نطلعوا لفوق نعملوا تله من فوق مثال، نجموا نشوفوا المعمل من فوق لهنا. الحاجه اللي لاحظتها هي وديما اهم حاجه هي الهيجين. برسمك يا رياض، كل واحد مجمع نحب صحن، نحب ندوق شويه، نحب ندوق شويه ريسه. كان كل واحد فيهم يحضر لنا صحن ولا حاجه نحب ندوقها باش نعطيكم بعد بنينه ولا مش بنينه كمامة. كما قلنا احنا سي رياض ديما نركزوا برشا على الهيجين، على النظافه، وهي لاحظتها بور لو مو اللي معمل نظيف. برجولية ديما هكا ولا خاطرنا احنا جينا اليوم 99% ديما هكا. ان شاء الله ديما هكا يا خويا، على الاقل الكونسوماتور نمشيو بشويه، على الاقل الكونسوماتور اللي يتفرج فينا واللي يحب يعطي ثقه في منتوج باش يكون ديما يسالك فيه، او موا يكون عنده برودوي يعرف نظيف. ابار النكهه المزيانه برشا واللي من ريحه ظاهر التفويح والبنه، يعرف زاد اللي هو يتمنى على صحته اللي كونسوم برودوي نظيف. لهنا شنو هو تو؟ لهنا كملت الباستوريزاسيون، كملت الفاز، تو باش نتعدوا للفاز دومبلاج. نتعدوا دومبلاج. تو باش نتعدوا للفاز الأخراني. دونك تعداو دومبلاج. هذوما الحكوك خارجين بعد ما تعبوا وبعد ما تعقموا. لهنا المدام شنو تعمل بالضبط؟ لهنا الكونترول تاع الماركات. ساعات الحكوك تتعدى ما تطبعش. ساعات حكوك تتعدى ما تطبعش، لهنا تصير الفيريفيكاسيون، كان ما تطبعش تتعدى من هنا، كان تطبع تتعدى للومبلاج، سي سي بون مريض. الفيريفيكاسيون فينال، نذكركم كان تحبوا تربحوا معنا 200 دينار كاش، ما عليكم كان تكتبوا كومنتير، تكتبوا فيه باش يتفوح زعما وتعمل بارتاج اسونسيلمون وتعمل تاج لاصحابك، باهي، احنا نمشيو غادي نورمالمون نقعدوا لهنا. ندوروا من غادي، باهي ما يسالش ندوروا من غادي، ندوروا من غادي. لهنا معناه صاي مش حطوا في كرادن. شوفوا اخر فاز بشويه. ماهي ديجا الحكة ذي ماكينة اللي تعمل لومبلاج نورمالمون. شوفوا لهنا. دونك لهنا يصير لومبلاج. كما تشوف هذه توصل الحكه هنا تدخل الماكينه
يصير لها لون بلاش ومش تخرج في دي فردو ولا دي باكي من تالي في الاخر. ومن بعد يصير الترصيف نتاعهم على على الساعه دونك باش تخرج من هنا ويصير الترصيف نتاعهم نجيو نشوفو نتبعو اخر مرحله. دونك يتعداو في وسط الماكينه لهنا بعد مش يخرجونا لبرا من غادي يجي يشوفون كيفاش خارجين. دونك يخرجون بالي حاضرين كما قاعدين تشوفوا لهنا نتسنى للفاز فينال اللي مش تعباو في الرنساد. دونك مش يتحطوا لطف عليك يا جو لا غالب ظروف المباشر يا جو شويه لا تاح هكا يعطل فينا سي مالك هاي ظروف المباشر مش سهل لهنا مش تعبى في الرنساد وهكا نكونوا تعدينا بمراحل صنع تنجموا تنظمونا ما يسالش ما نصوركمش ما تخافوش لابسين ديبافات ما يعرفكم حد ما يعرفكم حتى حد. هذه اخر مرحله مش نظمها هنا هذه مراحل كما قلنا صنع حكه نتاع هروس اللي كما قلنا البروسيدور هذوما كما تلقاهم لهنا تلقاهم بالنسبه للطماطم زاده وبالنسبه للهريسه. يعطيكم الصحه سي رياض الحق بيكم. العباد تتفرج لتقولوا لا عملوا مونتاج لا قصوا لا ظهروا واش يحبوا ولا حتى شيء والله كل شيء قدامكم ديغاك ما خبينا حتى شيء كل شيء قدامكم تنجموا تشوفوه وعندكم اي رومارك تنجموا تحطوها وانت سريع يعطيك الصحه ميرسي بوكو ان شاء الله ديما متالقين يا خويا ربي يوفقكم. مرحبا بكم في كل وقت يعطيك الصحه يعطيكم الصحه وهذا اللي موجود في المعمل هذا البروسيس كامل تبعناه من الاول للاخر على الاقل خليه يطمنوا على صحتهم العباد يشوفوا البرودوي اللي جايهم كيفاش. نحن اكثر حاجه نطمنوا الكونسوماتور يطمنوه اللي البرودوي راهو نظيف وما فيش حتى كاليتي وما فيش حتى مواد حافظه كل شيء اللي موجود نحطوه مواد طبيعيه الكل وهذاك اللي موجود بيه. انت يعطيك الصحه تو مش خليك ما ينجم نهز حكه نذوق ولا تنجم مرحبا يا سي يعطيك الصحه تو نصرف وحدي تروح يجي 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 خلينا نهز نذوق قالت برجو لي الريحه ضربتني في فم ربي عينك مدام نجم نهز حكه اي حكه اي حكه كرو هذي هاك رجعتها محضرونا الفازيت ايش تجو ايش خندوق اول مره نشوف حكه من المنتج المستهلك الميكرو اهو ما نجمش ميكرو اهو خليه لك هكا لحظة يقولوا لي لحظة يجو الزيت هذايا هذايا حضر امس هذايا زيت تنذوح كما يقولوا مازال امس كي تعمل جابوه هنا يعطيهم الصحة خلينا نجربوا نذوقوا به وخبز سبيسيال زاد على غالب مش ناكل على غالب تحب تعمل دورة وارجع لي با اسحن نخليه براس امك باش نرجع له باهي واخر خلينا نخرجوا تو لهنا كيما شفتوا نمشيو هكا جوهر تبعتوا مراحل الكل نتاع الهروس ملي امس كان في الشجره نتاعو لين تنحى لين وصل للمعمل لين تصب في صنادق لين نظاف وتعدى بالمراحل نتاع النظافه الكل لين مشى ترحى وتخلي المرميت تاب قعد ساعه غير ربع هو يطيب نخرجوا لبرا احنا مكان تمشي على روحك نرجعوا منين جينا جوهر نرجعوا منين جينا. دونك كيما قلنا لين تحط في المرميت نتاعو قعد ساعة غير ربع يطيب تحطوا لفاحات تصب في الحكوك تعقم تتصب ب 92 درجة باش يتقتلوا الميكروبات الكل ما تلقى حتى ميكروب. من بعد تصير السيليغيزاسيون نتاعو شوك ترميك شوك ترميك يصير باش تتعقم وهكا الحكة تشدك
ثلاثة سنين ولا أكثر، ثلاثة سنين ولا أكثر إجاني من هكا يجو، ثلاثة سنين ولا أكثر تنجم تشدك الحكة متاعك. دونك نحب نقول مرسي بكو بالحق المعمل عبيدة على الأوبورتينيتي هذية، أنه مش بالسهل بالحق، وبيسكو قلت لك أنها أول مرة تصير، افهم وحدك أنه حتى حد ما ينجم يخليك تعمل ديريكت. مرسي بكو معمل عبيدة، تفرجنا من غير جواندويت، عملتوا دورة متاعنا في مراحل الكل باش نصنع حكة الهروس متاعنا. عندكم شانس باش تربحوا كل عادة 200 دينار كاش من توا حتى نص الليل، جوست تكتب كومنتير شنو ملفحات يتحطوا في الهروس سبعنا وما شفتوهم، شفتوا المراحل الكل، اكتبوهم تاج وبارتاج اللايف باش تربحوا الكادو. ميرسي بوكو عبيد، يعطيك الصحه ان شاء الله ديما متالقه، احلى الخميس الجاي نتقابلوه. دونك اللي حب نجيب حدا للدار يبعث ميساج للباج نتاعنا ولا يكلمنا على 31 328 330. حبكم برشا، باي باي.